المشاهدين على سيارة جديدة من أوتوفوكيو سيتروين سيتروا زينيت، طراز جديد عم نشوفه من الشركة الفرنسية. هالطراز كنا شفناه من 2003 بالأسواق، لكن أكيد الفرسيون الثانية طرعت بعام 2010، لكن 2013 سيترو زينيت انعمل لها فيس ليفتنج كتير كبير، انشغل عليها من اللوك الخارجي ومن الديزاين الداخلي ايضا. واذا بتلاحظوا من اللوك الكريستال لايتس الليد لايتس كمان الجايين على الناحيه الاماميه والمصابيح شايفينهم كيف داخلين على جوانب السياره بطريقه حلوه، فوق لايتس جان 16 انش، وكمان شايفين الاشارات بالمرايات بطريقه كتير حلوه تحت المرايه مباشره، عطينا لوك حلو كتير. والاحلى من هيك رح نحكي عن البانوراميك سان روف اللي واصل لنص السياره تقريبا، والد سكرين بانوراميك يسمى، وعطيها فعل شكل كتير حلو. والاحلى من هيك ونعم نكون عم نسوق السياره عندنا شون دو فيو كتير كبير، وبتكون الطريق كشفي اكثر علينا. نوصل لباك فيو السياره كمان شكلها اختلف، هي منذكر الجنراسيون الثانيه من سيتروا، بس الفيس ليفتنج اللي عملها هو بال 2013، يعني تغيرت نوعا ما من حيث الشكل الخارجي. شفتوا المصابيح الخلفيه قد ايه حلوين عليها، وكمان السنسرات رير باك سنسرز من الناحيه الخلفيه موجودين، والكروم كمان موجود هون على الغطاء الخلفي، وشايفين كمان سعته، يعني منا سهله ابدا سعه هالغطاء الخلفي رغم انه هي هاتشباك هالسياره. رح نتابع جولتنا عليها ونوصل على الداخل بعد لحظات. بهالوقت بدي اقول لكم انه السياره هي 1.6 لتر 16 صباب 4 سلندر طبيعي، ومصروف بنزين اكيد بيكون ممتاز فيها. بدي اقول لكم انه هالسياره هيدي تيبترونيك سيستم، فيها نظام الاي بي اس والاي بي دي الكترونيك بريك ديستريبيوشن. من الداخل رح تشوفوا كمان السياره كثير حلوه، ديزاين عصري جدا، وهذا هو البانوراميك سان روف اللي كنا عم نحكي عنه. لاحظوا قد ايه عن جد حلوه قياده هالسياره، وقد ايه كاشفه مع هالازاز الكبير. كمان ملاحظين الديزاين تبع الفرش اللي هو فلور ودان بنفس الوقت مع اللونين الجراي الغامق والاسود. بنشوف كمان الابواب الكروم الموجود على الابواب، وكمان على البورد الامامي والكونسول. عندنا انظمه عديده، كلايمت كنترول، مالتي زون اي سي، في عندنا كمان الراديو سي دي وصولا للبلوتوث، اوكسلري كونكشن بلس يو اس بي، وعندنا مرايات كهرباء اضافه للسنسرات اللي مثل ما سبق وذكرنا حكينا عنهم ببدايه الحلقه. كل الامور موجوده بها سيتروين سيتروا زينيت. السياره تعتبر للسيدات، كمان تعتبر للشباب وطلاب الجامعات اكثر، سياره بحجم صغير، وكمان لكل البزنس مانيه اللي بينزلوا على بيروت بعجقات السير وتلاقوا محلات ليصفوا هالسياره. سياره حجمها ممتاز جدا، ومثل ما حكينا مواصفاتها رائعه جدا وبتناسب الجميع. مشاهدينا سيتروين سيتروا زينيت هي اليوم اكيد زيرو مايلج معنا 2013، سعر ممتاز جدا 17900 دولار ستارتنج برايس اول انكلودد. عم نحكي مع تي في ا وعم نحكي مع تسجيل ايضا، وفيها تسهيلات كبيره بالدفع، بتوصل لتقسيط لفتره 7 سنوات اضافه لثلاث سنين جارانتي على السياره او 100000 كيلومتر. كمان من الامور اللي عم تقدمها شركه سيديا وكلاء سيتروين بلبنان، في عنا اضافه لهالامور كنا اللي ذكرناها، بتوجهوا على شوروم لتشوفوا اكثر هالسياره وتعملوا عليها تيست درايف، والشوروم الاساسي هو بجل الديب على الاوتوستراد. عنا كمان بطرابلس وبصيدا وبصور هوت لاين لتستفسروا اكثر عن هالسيتروين سيتروا زينيت وعن بقيه طرازات سيتروين وبيجو 047191119. سيارتنا لليوم كانت سيتروين سيتروا زينيت. ما تنسوا دايما wheelers.com.lv ويب سايت بتشوفوا عليه كل سيارات اوتوفوكس، وخاصة السيارات الزيرو مايلج مثل السيارة اللي معنا اليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا بمواصفاتها وشفتوها بطريقة واضحة اليوم على كاميرا الام تي في. لهون نوصل اذا لختام حلقتنا، اكيد المزيد من السيارات بحلقات قادمة دايما عبر اوتوفوكس عبر الام تي في.